مساكم فل لكل سنة وانتو سالمين. سنويا بهذا التوقيت نعمل اليكم اعلان حق التمور. وين؟ روائع ارض القصيم، موجود بالدمام حي العنود. هذا الهرم بلازا، البوابة رقم 2، البوابة الخلفية، هذا شارع الامير نايف، وهذا روائع ارض القصيم للتمور. فقط تكتبون بجوجل يجيبكم لين عند الموقع. طبعا كل سنة يعمل اقوى 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 ترند على التمور. فرصة شراء العرض مدة 10 ايام او حتى نفاذ الكمية. ما شاء الله تبارك الله، والذهب سكري مفتل، هذا الكرتون فيه 3 كيلو، الكمية طبعا خير من الله. العرض القوي، الكرتون ب 75 ريال والثاني بريال واحد فقط، الحق او ما تلحق. وهذا مجدول المدينة مجروش، والعرض الأقوى طبعا هذا الكرتون في كيلو سعره 36 ريال واحد والثاني مجانا. أخلاص القصيم ما شاء الله تبارك الله، أخلاص ذهبي. طبعا هذا الكرتون في كم كيلو؟ طبعا الكرتون في 8 أكياس، الكيس الواحد هذا كيلو، يعني الكرتون في 8 كيلو، الكرتون ب 160 ريال والثاني مجانا، يعني يطلع عليكم الكرتون بكم؟ يطلع الكرتون ب80 ريال، يعني الحبة الواحدة تطلع ب10 ريال بس. نتكلم عن تمر جامبو. روائع أرض القصيم لما يعمل عروض تكون عروض قوية، عروض حقيقية. كل سنة بهذا الموعد نعمل لكم ترند. العرض الأقوى على سمبوسة غوار، معروفة هذه طبعاً. طبعاً هذا كيس والثاني مجاناً. العرض الأقوى ب12 ريال بس. إن حبيتوا العادي وإن حبيتوا البر وإن حبيتوا تاخذوا عجينة المطبق، واحدة والثانية مجانا ب12 ريال، عرض ترند يا جماعة. وهذا خلاص الخرج، شوفوا حجم الحبة. طبعا هذا الكيس فيه ربع كيلو، الكرتون فيه 12 حبة، يعني الكرتون فيه 3 كيلو سابقا 45، حاليا ب29 ريال، كلها عروض قوية وعروض حقيقية عند روائع أرض القصيم. وهذا خلاص الحسا الملكي، طبعا الكرتون فيه 8 كيلو سابقا 79، حاليا 46 ريال. وهذا خلاص الخرج، طبعا هذا نص كيلو، الكرتون فيه 6 كيلو من 82 ل 56. العرض الأقوى على خلاص القصيم 6 كيلو، شوفوا الحبة ما شاء الله تبارك الله، ذهب من 85 ل 65 ريال. هذه القهوة مرة مرة طيبة، طبعا هذه قهوة روائع أرض القصيم مخلوطة جاهزة، نص كيلو ب 39، العرض الآن واحد والثاني مجانا. مرة مرة طيبة هذه يا جماعة، يا سلام. وهذه بهارات المشكلة، خلطة خاصة في روائع أرض القصيم، هذه كيلو، العرض الآن كيلو والثاني مجانا ب30 ريال. عندكم ضيافة، عندكم مناسبة، تبغون تمر، طريقة مرتبة جميلة جدا، عدة ستاندات وعدة نوعيات بأقل الأسعار، تلقونه وين؟ عند روائع أرض القصيم. شوفوا هالنخلة الطيبة هذه، شوفوا طريقة التقديم، الصواني المستخدمة، وايضا عندكم العلب الصغيره. وهذه التمريه، طبعا هذه المحشوه طحينيه. الله، مره مره طيبه. طبعا متوفره عندهم مكسرات، موجوده بالسمسم وموجوده بالاوريو وموجوده باللوتس. الكيلو يا جماعه ب 35 ريال، والعرض الان كيلو والثاني مجانا. والله يا جماعه لا تفوتكم لذيذه. أنا أجي هنا وأدي أجرب كل الأنواع يا جماعة. طبعاً هذا عندكم الصقعي، عندكم المفتول، عندكم عدة أنواع ما شاء الله تبارك الله. وهذا الجالكسي، شوفوا الحبة يا جماعة، هذا شنو هذا؟ هذا مبروم المدينة، حبة جامبو ما شاء الله تبارك الله. وعندكم هذه العجوة، عندكم العجوة جامبو، عندكم هذا الحجم العادي رقم 2. إيش رأيكم؟ هذا الصفاوي مبروم مجدول. وهذا خلاص القصيم الملكي، شوفوا الحبة يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، شوفوا اللون. طبعا هذا الكرتون ب125 والعرض واحد والثاني مجانا. عدة أنواع، الحلو هنا طوب وتخير. هذا خلاص الفاخر، كرتون ب110، كرتون فيه 8 كيلو، كرتون والثاني مجانا، يعني يطلع الكرتون هذا عليكم بكم يا جماعة؟ ب55 ريال. روائع عرض القصيم لما يعمل عروض تكون عروض حقيقية، عروض قوية. تشكيلة من المعاميل بعدة حشوات، طبعا المكان متميز، من أقوى الأماكن حق التمور اللي موجودة. طبعا عندهم تمور، عندهم معمول، عندهم منتجات متنوعة، قهوة، بهارات. عندك المنتج الجديد الواصل، أيوة التمرية اللي هي محشية بالطحينية. يا سلام، سعرها كم؟ 18 ريال بس.
وهذا قسم المكسرات. أنواع القهوة يا جماعة هنا ما شاء الله تبارك الله عدة درجات، وهذه مكسرات فريش معروف المكان. عندكم هنا زيوت أشياء كذا حق العطارة، وهذه بهارات صرة موجودة في روائع أرض القصيم كل الأنواع. إضافة عندهم منتجات هنا فريش، عندهم هذا السمن سمن الغنم، ولبن العدش أكيد معروف، وهذا حليب ماعز الريع، بالإضافة إلى اللبنة والقشطة وأحلى زبادي. ما ننسى الدبس، الله طبعا الجيمات ما يحلى إلا بالدبس. هذا دبس الأحساء سابقا 45 حاليا ب 29 ريال. إن شاء الله استمتعتم معنا بالتغطية، بعد السنابة هذه راح أحط لكم سنابهم، تابعوهم وشوفوا الجديد عندهم.